ومن تركيا إلى لبنان، حيث أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن بلاده لا تزال في المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا وتتهيأ للمرحلة الرابعة، وذلك بعد تسجيل 6 حالات عدوى غير معلومة. أكد الوزير اللبناني أيضا خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن وزارة الدفاع أمنت لوزارة الصحة 20 مليون دولار لاستخدامها في مكافحة هذا الفيروس، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الحكومة لاحتواء خطره. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من بيروت لقمان سليم المحلل السياسي. أهلا بك سيد لقمان إلى هذه الجولة. أهلا بك. يعني بداية، كيف تتهيأ الدولة للمرحلة الرابعة؟ يعني في الحقيقة الدولة تتهيأ من خلال مجموعة من التدابير التي نراها في عدد آخر من البلدان. فمطار بيروت أقفل بالكامل يوم أول من أمس، والمعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا يفترض بأنها أقفلت بشكل كامل على ذمة الحكومة اللبنانية، والدعوات إلى المواطنين تتوارد بلزوم المنازل. يعني لا يخرج لبنان في تعاطيه مع هذه المسألة عن ما نراه في بلدان أخرى، ولكن المشكلة الكبرى في لبنان هي أن هذا الطاعون، طاعون كورونا، بدأ لسوء الحظ يأخذ أشكالا طائفية ومذهبية، حيث تتبارز المناطق في نفي عمليا كونها في نفي كونها تحمل إصابات محل. نعم تماما. وللأسف هذا الأمر يعطل تدابير الحكومة اللبنانية التي لم تجرؤ بعد على محاصرة ما يسمى بؤر المرض لعدم استثارة المشاكل السياسية التي بدأت. إذن سيد لقمان، يعني ما السبيل للحكومة اللبنانية للتأكد من صحة أو عدم صحة هذه الأقاويل التي تحدثت عنها؟ يعني في الحقيقة كلنا نعرف بأن الحكومة اللبنانية هي حكومة بالاسم فقط، وأنها تحاول وسعها، ولكن لا أظن بأن الحكومة اللبنانية قادرة فعليا على مواجهة التراكمات الطائفية التي تجعل اليوم من الحرب الأهلية من خلال كورونا أمرا واقعا لا يمكن مدافعته. الحل الوحيد ربما هو عمليا إعلان حالة طوارئ على كامل الأراضي اللبنانية، بحيث يتساوى اللبنانيون في لزوم منازلهم دون دعوة من طرف أو آخر بأن المنطقة التي أو الطائفة التي ينتمي إليها محصنة تجاه هذا الوباء. لسوء الحظ لبنان اليوم بمناسبة كورونا يدفع أثمان تخلفه السياسي، والحكومة اللبنانية لا يمكنها أن تجترح المعجزات في هذا الصدد. طيب، هذا ينقلنا إلى الحديث عن السياسة بعض الشيء. يعني ما تأثير الحالة العامة التي ترتبت على موضوع فيروس كورونا وانتشاره في البلاد، ما تأثيرها على يعني الزخم الذي كان يعارض الحكومة؟ يعني في الحقيقة كما تعلمين يا سيدتي، فإلى جانب كورونا فتح بالأمس ملف ما يسمى العميل عامر فخوري، الذي قبض عليه في أيلول الماضي بتهمة أنه كان أحد مسؤولي سجن الخيام التابع للقوات الإسرائيلية خلال فترة احتلالها للبنان أو لجنوب لبنان. وما يجري اليوم هو ما يشبه التنافس الحاد بين الاهتمام بكورونا من جهة، وبين كل الملفات السياسية التي عادت وانفتحت على مصراعيها، وهو أمر بطبيعة الحال لا يبشر بالأفضل. طيب سيد لقمان، يعني خصصت وزارة الدفاع 20 مليون دولار أمنتها لوزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس، ما تأثيرات ذلك على يعني خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها لبنان؟ هل لذلك تأثيرات بعينها على موازنة الجيش، أم أنه أمر يعني معمول حسابه؟
يعني لا أظن بأن الأمر لكي أبدأ من نهاية سؤالك معمول حسابه بأي شكل من الأشكال، وهنا يبرز السؤال لماذا عمليا تقوم هذه الجهة وليس وزارة المالية أو مصرف لبنان بصرف هذه المبالغ؟ نحن إذا أمام معطى سياسي أكثر مما نحن أمام معطى مالي. أظن بأن الجميع يدرك جيدا بأن مصدر هذه الأموال سوف يكون حاكما على طريقة صرفها، وسوف يكون أساسيا في التعاطي معه، وبالتالي نحن في مأزق سياسي فضلا عن المأزق الصحي المتمثل بفيروس كورونا. وهذا ما يؤكد ما سبق لي قوله من أن الأيام المقبلة تنذر بالأسوأ، ولو انحسر فيروس كورونا ولا تنذر بالأفضل. إذا يعني بالطبع نحن نأمل للأفضل للبنان في ظل هذه الظروف. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت لقمان سليم المحلل السياسي على كل هذه التفاصيل.